عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير. اليوم ندير واحد الوصفه سهله اللي هي البغرير، ونتمنى تنال الاعجاب ديالكم وجربوه وردوا عليا. باش نصايبوا البغرير كنحتاجوا جوج ديال الكيسان ديال السميده رقيقه، كاس ديال الفورص، ربعة الكيسان ديال الماء دافئ، معلقه ديال السنيده، معلقه صغيره ديال الخميره ديال المعجونه اولا الخميره كيف ما كتشوفوا، هذه غبره، غير معلقه صغيره، اما السنيده كنحتاجوا معلقه كبيره، وخميره واحده ديال الحلوه، ومعلقه صغيره ديال الخل، وقبيصه ديال الملح. غادي نشدو هادشي كامل غنطحنوه في مولينكس. ملي نطحنوه في مولينكس غادي نخليوه يرتاح مده 20 دقيقه، ومن بعد غنطهوه في المقلاه ديال الطهي تكون ما كتلصقش، على درجه حراره متوسطه، وان شاء الله نشوفوا النتيجه النهائيه. نبداو على بركه الله. بسم الله. قبيصة ديال الملحة، معلقة صغيرة ديال الخل، حاجه نضيفوها هي الماء. الماء كما قلنا الماء يكون دافئ. بسم الله. دابا نطحنوا كلشي في مودينكس كما كتشوفوا. بسم الله. ونحطو فيه التحضير وغنغطيوه، نخليه درجة حرارة تكون نخليوه في بلاصة دافئة تكون دافئة، وواحد 20 دقيقة إن شاء الله ونطيبوه. تلاقاو بعد الفاصل، بعد ما تكون الخميرة العجينة خمرات، ونطيبوه ونشوفو النتيجة النهائية. فوالا، هذا هو الشكل النهائي ديال البغرير ديالنا. كيف ما كتشوفوا هذا البغرير جا صغير، نوريكم علاش، لانني طيبته في واحد المقله اللي كطيب ليا بزاف ديال البغريرات في مره واحده. هذه هي المقله اللي طيبت بها، هذه مقله كنت شريتها من بيم، وهي اللي طيبت بها هذا البغرير. شفتوا كدير، كتقدروا ديروا بها سبعه ديال البغريرات في مره واحده. هذا كنقولوا ليه بغرير بريستيج. بغيتو ديروا تحلقوا عليه ديروا بحال هكا صغير، بغيتو ديروا البغرير كبير تقدروا ديروا المقله العاديه ديال طيفال، هذيك تقدروا ديروا بغرير كبير. وهاد المقله ما كديرش غير البغرير بوحدو، كدير البانكيك وكدير ثاني الحريشات. نتمنى يكون هاد البغرير نال الاعجاب ديالكم، جربوه راه كيجي بنين بزاف، وردوا عليا الخبر. بيان سور دهنوه بزبيده وعسيله كيجي رائع. وكنشكركم على المتابعه، نتمنى الى عجبكم الفيديو خليو ليا تعليق ديالكم، الى عجبكم ولا ما عجبكمش ماشي مشكل، دعموني ديروا ليا لايك، علقوا ليا على الفيديو، و تابوناو في لاشين عندي باش تشجعوني باش ندير فيديوهات اكثر. وشكرا للمتابعه ديالكم، نتمنى لكم شهيه طيبه، والى الفيديو القادم ان شاء الله. شكرا.